الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان في ودي الحقيقة أن يكون في أشياء ثانية علشان أقدمها لك إلى جانب الشاني، لكن اسمح لي يا أخي المؤمن. الله يسلمك يا عمي. ما شاء الله وجهك منور منور، يطلع منه نور. الله يسلمك، هذا نورك يا عمي. وبصراحة خجلتنا بكلامك الطيب. عيل ليش الناس يقول إنك نحيس؟ نحيس؟ شنو نحيس من أساس؟ هذاك أنا قاعد أمدحك وأنت تطب فيني يلا. وش عليك من كلام الناس؟ الله يهداك، بس اسمع كلام هذا طال عمرك ذم ونميمة. صدقت يا عمي. صحيح، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. الحقيقة عاد أنا والله ما شاء الله تبارك الرحمن من زمان ودي إن أنا أزوج بنتي إنسان دين مطوع كذي شرباك طيب خاف الله ويتقي الله فيها بإذن الله. هذا لأنك من أهل الخير يا عمي، بارك الله فيك. الحمد لله، وإن شاء الله بإذن الله إن بنتي عفرة على إيدك كإنسان مؤمن تصحى من غفلتها. غفلة؟ أخت عفرة في غفلة؟ بصراحة دخلت على موقع اسمه تزوجي يا أخته، طلع لي واحد اسمه إبراهيم 30 جاد. ويدي الله بالستر. اسمعي، تقول موقع تزوجي يا أخته؟ أنت منو دلعت على هالموقع؟ بصراحة خذيته من حساب أم حسن. حسبي الله عليك يا أم حسن، اسميك بتودينا في 60,000 داهية. عندك حل ثاني؟ الحين احنا محبوسين في هالبيت وابوي يراقب كل تحركاتنا، يعني الناس شلون بتعرف ان في بنات على وي زواج في هالبيت؟ صراحه رغم اني انا مو مقتنعه بزواج الخطابات، بس في حالتنا الكسيفه عفروا عندها حل. والله لو ابوي عرف بسالفه الخطابه لا يعاند اكثر واكثر. ما حد فيكم يعرف ابوي شراتي؟ بنجرب ونحن شو خسرانين. وبعدين الريال رايح يخطبني من ابوي، وام حسن ما تحته وقايله عنه خوش ريال ومطوع، يعني ابوي ما عنده عذر. في الحقيقه وفي الواقع يا اخي المؤمن انا ماني غاشك وبقول لك كل الحقيقه المره. ترى عفره بنتي ما تدل الجبله عفره، وعيست منها اقول لها صلي يا بنتي صلي قبل ان يصلى عليك صلي. تقول ماني مصليه. لا عيست وكبرت في السن بصلي الحين، كيفي ماني مصليه. ما تصلي؟ لا، وبرمضان ما تصوم. جزاك الله خير. وتجهر بالمعصيه. لا حول ولا قوه الا بالله. الاقوى للاسف عندها صنم بالكبد. الله اكبر، صنم في الكبد. اشرب 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 الشاني برد على قلبك. الله يحفظك. خلي شوي انا لان كبدي حره مثلك انا. اشرب بعد شوي زياده عشان نضبط القياس ان شاء الله. واشرب لك عوافي. الادهى والامر حتى ما اغشك، حتى اكون معاك صريح، مثلها الاعلى وقدوتها في الحياه ألقيت له صورة كبيرة في البيت. جون سينا مثلها في الحياة؟ الأعلى إيه، والعادي الأعلى. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول لها يا بنتي إذا تزوجتي إن شاء الله إنسان تقي نقي ورع مثلك كذي تاخذينه وتروحوا شهر العسل إلى العمرة. تقولي لا ماني رايحة العمرة. وين بتروح؟ وين؟ لاس فيغاس. بلد الفواحش والخطيئة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا وللأسف لقيت عندها فيش في الكبد بعد. بس ما نبغي زواج ومشكور وما قصرت. اشرب، ما كملت الشاني طال عمرك. استودعتك الله. وين تعود من إبليس يا ريال؟ إبليس عندك في البيت. استغفر الله العظيم. تعال يا طيب، جزاك الله خير. بطلي 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 يا سودة الوجه، بطلي خلنا نشوف سواد وجهك. اسماعي لول متدين هذا، شعرفك فيه؟ صدقني يبا ما عرفه. وبعدين اسمه إبراهيم مو باسم اسماعيل. يا سلام، صححي لي اسمه وانت ما تعرفينه. اشعرفك فيه؟ انا بعرف، لكن اعلمك عاد، لا انت ولا خواتك زواج اسماعيلو ابراهيمو خليلو عباسو ماكو. خلاص يبا انا ما بتزوج، وابراهيم هاي بعد سويت له بلوك وديليت. مو كافي، كسري تلفونك ما دام ان اسمه دخل فيه. ولعلمك عاد انت وخواتك واللي ما سمع يسمع، زواج بهالبيت ما شيء.
خلاص عيال من اليوم رايح انا مسوي اضراب الزواج بهالبيت ماشي مسوي اضراب عن الزواج والكلام لك يا جاره شو اللي يعني اذا حطينا ايدنا على خدنا شيء امرنا ما راح نتزوج خير شر شو نتزوج غصبا عن ابوي يعني نحن نقول لابويا انه يعني زوجنا ولا نبحقنا بالمعرض ما فهمت كيف بنهدد ابوي بالمعرض ماله ابشرك المعرض مو بماله ها يدي خبرني حياة امي الله يرحمها ان ابويا كتب المعرض باسمها نحن اللي بنسوي انه بنقول لابويا يعني اذا ما تزوجنا نبى نصيبنا بالمعرض وابويا بيخاف على حلاله حبيبتي وبيقرر انه يفتك منا واحده ورا الثانيه زواج وزواج وزواج والصلاه والسلام عليك يا حبيبه كبر رفوع حط العشاء هلا يدي حبيبي ايش حالك نحن بخير الحمد لله ايه سرك الحال وينك يا الغالي تولهنا عليك بالمحال ومتى بترجع البيت ها وايد زين خلاص بنمر كانوا والبنات الله يحفظك مع السلامه الغالي مع السلامه انت من صدقك يدي اصلا ما قد دخلنا في هالموضوع ولا عفسه وابوي يزيد في عناده هالمره غير هالمره المعرض على المحك بس يا بنات ترى يدي يفصل عسب شي بندخله كورس قبل لا يصير لابوي بنحفظه كل كلمة وبنشرح له عشان ما يروح يرمس قبل ما يكون حافظ والله انت اللي ظهرك يحكك وتبين ابوي مردغك ويطقك بالعصا دام في راسك خطة كذي ليش ما تروحين تقولين له حبيبتي كل المفكرين العظماء لين يخططون مو هم اللي ينفذون